أنا قد فاتتني أيام من رمضان عام 1409، وفاتتني صلوات كثيرة، حيث أنني كنت أصوم رمضان وأصلي، ولكن إذا انتهى رمضان أهملت بالصلاة، فهل علي قضاء الآن وأنا قد فاتني صلوات لا أحصيها بعد أن تبت وندمت؟ فوجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات في مستقبل حياتك، ويتوب الله عليك، ولا يجب عليك القضاء فيما مضى من السنين، لأن التوبة تجب ما قبلها. ومن ترك الصلاة متعمدا خرج من دين الإسلام، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله وحافظ على الصلاة دخل في الإسلام من جديد، فيعتبر له ما بقي من حياته بالتوبة والمحافظة على الصلاة، وأما ما مضى فيعفو الله عنه. نعم.